يا جماعة الموقع والله حاجة هاي بريفان جدا وحاجة يعني والله العظيم كنت عارفش المجهود قد ايه بيتعب عشان خلصتوا وقد ايه بعمل معاهم في يوم 20 كان عشان خلصتوا ان هم شغالين شفتوا كام دكتور على الموقع؟ لا في حوالي 30 دكتور على الموقع هم شغالين على الناس كلها فالموضوع كان كويس بس هم اللي شغالين كله طيب المهم يعني مش هينزل النهارده محاضرة كنت انا النهارده هتنزل محاضرة دي مش فاضي المهم في نهاية الأسبوع ده تكون مخلص زي ما أنا جايلك فاضيو وما تقولش كاملين فاضيو كامل مش بقى صفحة ناقصة وما تقولش كامل نقفوا كامل ونكون بنات لكم إن شاء الله تعالى في ناس مش مصدقة بس إن شاء الله يعني شايف بس محاضرة ثلاثة وأربعة وخميس ثلاثة وأربعة وخميس أسبوع لا لو حد حس ان انا مسرع شويه فانا مسرع عشان نلف سهل لكن في الكاد مش كنت ماشي بروح امبارح وبكره هتلاقي ماشي بروح كل بقى ماشيين بروح الا نلف وبس هو نلف ابطا شويه كمان يعني لان ابطا شويه خلاص بصوا يا جماعه خلينا خلينا ده ولذلك خلينا لو بلطان الناس هتنام الناس كده جالكم مطلوب الريتم سريع بس الناس هتتعود على الريتم مين كمان اول السنه الريتم كان سريع اول السنه ولا لا طبعا مش فاكر حاجه كان سريع ولا طب بعد كده حصل بعد كده اقول لا سرع اكتر فاهمين؟ بعد شويه تعرفوا ان الريتم السريع ده مهم ليه عشان بيفوقك فايه مش فاهم اي حاجه بس كده كده بسرعه تاني تقول لك يعني ايه في فينا فينا كديفينيشن يعني ايه كديفينيشن عباره عن اكيوت رابيد ديكلاين اوف فينا فانكشن صح اوفر دايز تو ويكس بيحصل معايا اسوشيتد ويز اوبورت ان ريفيرت طب الكيوريج بتاع الاكيوت فينا فينا كان ايه قلنا ثلاث حاجات حاجه قبل الكدني وحاجه في الكدني شخصيا وحاجه بعدها صعبه حاجه قبل الكدني سميناها دي هي الكود وحاجه في الكدني شخصيا سميناها انترنسيك او رينال وحاجه بعد الكدني سميناها بوست صح البوست هنا كان الطريق مقفول قدام الكدني ايه اللي قفل الطريق قدام الكدني ستون باي لاتر او ستون يامي لاتر صح 50 نيرون بيسوى مجدي يعقوب جيش البوست هنا قلنا يا اما باي لاتر اللي قلت لكم ستونز صح ستون على الناحيتين قفلت ما فيش كلور بينزل يا اما يوني لاتر امتى يوني لاتر اللي قلت لكم ستون لو عنده كدني واحده السنجل كدني صح ولا لا يا اما واحد عنده بلادر ليك وبستركشن بقى او عنده مشكله في اليوريثرا او حاجه زي كده او بروستاتا ده بوستين الاثنين مفهوم يا في اليوريثرا يا في اليوريثرا والبلاد سهل طب البريدينال يا الدم قليل ناقص البلاد فوليوم يا الدم كتير بس مش بيوصل ناقص يا البلاد فلو يا ناقص البلاد فوليوم يا ناقص البلاد فلو مين يقلل البلاد فوليوم يا واحد حصل له سي في هيمو يجفف الدم على طول هيمو يا فقد فلويد في الاكسترا فاسكولار سيفير هايبو البومينيميا عشان بيحصل ايه سيفير هيموي سيفير هايبو البومينيميا ثلاثة بص منهم سكين جيوتي سكين فلوبلوس وجيوتي فلوبلوس وينابلوس بيبت الفلول عن طريق السكين ازاي سكين فلوبلوس عن طريق سيوتينج وات بيرد جيوتي لوس ضيارية وات ممكن جيوتي لوس دي كي ايه صح اسمه الدايوتس اساس الدايوتكس طب ايه اللي قال بلاد فلو ده مش بيوصل ليه 5 اس رقم 1 شوكار بيجيب لك حد 72 صح سيفير هارت فيلير اند لو كارديا تاوت ذا سستيجرز
سيفير ليفر فيلير عشان عامل اسايتس شديده ده بتاع الكلى الدم مش واصل لها، او سيفير من الاسكيميا سون بس عند الكلى الدم مش واصل لها، فيها مشكله يبقى نقص بلاد فوليوم هيموج ديت وهاي بولمي او ثلاثه اوس سكين وزي كده خلاص بلاد فلو 5 اس. شوف سيفير ليفر فيلير كل اوبن فيلير بقى سيفير ليفر فيلير سيفير من الاسكيميا. طب مشاكل في الكلى رينا، هي الكلى عباره عن ايه؟ الفاميجاس تبقى البيور وحوالين الكبير شويه الجسم اي حاجه من لها بص دي الحاجات اللي بقول كده الجلوميروس الجلوميروفاس بكل انواعها والفيس الحاجه جوه الدمج الفيس من جوه مالجنا في هايبر تنشن ضغط عالي بيتعرض على الفيس او حاجه في الاول فاسكيولايتس. طب التبيول اربع حاجات اكيوت تيوبلر نيكوز صح؟ اكيوت تيوبلر اوستاش اكيوت انترستيشن نيكرايتس واكيوت نيكوبازم بالغلط فين هما؟ أكيوت تيوبولار نيكروز، أكيوت تيوبولار أبساش، أكيوت إنترستيشن نيكروز، أكيوت تيوبولار نيكروز، دول مش مهمين الكلمة. أكيوت تيوبولار نيكروز حصل إيه؟ حصل نيكروز، يعني مش وصل لها دم سكيميا، يوصل لها توكسيك، توكسيك أنوكسيك، صح؟ قلنا توكسيك أنوكسيك، أنوكسيك اللي هو سكيميك يعني ليه؟ كان عنده مشكلة في إن مفيش دم وطولت، فباظت الكلمة، حصل نيكروز، صح؟ يبقى أكيوت تيوبولار نيكروز، أنوكسيك أو سكيميك ليه؟ عنده بولونجد ريدكشن اوف رينال بلد فلو او بريزيستنت رينال فوز ادى الى التيتر ليكوز ده سكيل او طب التوكسيك حاجه توكسيك زي مين امينو جلايكوسايد سايكلس بول وبعدين هيفي ميتا ليجومنت وبعدين راديو بوتاس دايت اي حاجه تبوظ الكلام صعبه. طب هيكون تو ريستارتش ايه اللي بيفرق تقول يا بروتين يا كريستال يا بروتين يا كريستال بروتين زي مين كريستال زي مين زي وات كريستال في الجلطين الفرص والبروتين هيموجلوبين مايوجلوبين مايلوما هيموجلوبين بيتكسر ويتكسر في الكلى مين اللي عنده هو بيتكسر اسمه ايه مايوجلوبين مين اللي عنده مايوجلوبين جاي من المصري مايلوما من مصر مايلوما بروتين جاي من الجول بس اسمع بقى بروتين بيجي من هنا انا كلها بالتفصيل في حاجات كتيره دي وانا بشرح حدود توضحها يعني انا بشرح تفصيل او بنتكلم شويه عن منطق مايلوما يجي 10 دقايق بس انا هنا قلت منطق مايلوما وسكت ليه عشان احنا ممكن الاسبوع الجاي مثلا يوم السبت نرجع بلاد فهو شايف لك المطلوب مش في داعي نقعد نمسك كل حته ونعمل حاجه خلصنا من الكورس. ايه الباثوجينيسيس بتاعت الاكتينال فيلير؟ العاده بتكون في ثلاثه ستيج رقم واحد اوليجوريك فيز دايوريتك فيز الكابيتال مفيش يوم خالص اوليجوريك دي اخطر واحده يموت الهايبر بولينيا والاكتين بالمونيا دي مون هايبر تنشن بعدها يبدا يتحسن دايوريتك بعدها الكابيتال يبدا طبيعي خالص. اوليجوريك فيز يعني عنده اوليجوريا ليه عنده اوليجوريا؟ ثلاث حاجات رقم واحد عنده انجر بالتبيول وبالتالي بيتسرب في لون فمفيش حاجه بتنزل كله بيرجع تاني للدم ولما يتسرب بيحصل ليك بالتبيول يمسك في الفيسر ويرجع للسيركيوليشن حد فاهم؟ يبقى الوجوه ليه؟ اقول رقم واحد بيحصل ليك في فلون سو انجر بالتبيولز رقم اثنين طب هي انجر بتتسرب مره مش بس كده ده لما حصل لها انجر الليوسينين بتاعها نزل وقفلها هنا كده فما عادش يقول عارف يحكم خالص فحصل الوجوه برضه. رقم اثنين عنده اوبستراكشن اوف تبيول باي انجر بالتيوبولار ديتكس. طب رقم ثلاثه ان الكيك لما تقلب غير انها بتسرب غير ان التبيول اتقفل مش بتنفذ اللي بتسرب اتقفل ان كمان الكيك عاوزه تستريح فحصل فيها انت بينا البازو كونستريكشن. ازاي حصل انت بينا البازو كونستريكشن؟ زاد الليوكوترين والبليت اكتيفيتنج فاكتور يعملوا جوه الكيك لوكال بازو كونستريكشن عشان يحصل عشان تاخد روح حبريه فلما يحصل فيها انت هنا فاز كونستكشن الدم مش هياخد شر فمش هينزل يولي هيحصل نركز هنا مش نركز الموبايل لسه جاي خالص بص على البيت برضه تبقى من هناك اللي هو اون لاين بس تقدر تكلم اون لاين ياخد الميزتين مع بعض ولا في ناس اون لاين بس ناس انت بس في بقى اون لاين بس ده بقى يبقى رقم واحد اوليجوريك فيز يا باشا رقم اثنين دايوريتك فيز دايوريتك ايه الدايوريتك فيز حصل فيها ايه؟ بدات تبيول يحصل لها ريكفري هتقول لي حلو بس مش قوي ده حصل لها بارشل وبالتالي يحصل ايه؟ عشان هي بارشل بس قبلها العيان كان عنده ربويا عنده ريتنشن او سولت ووتر فينزل كميه كبيره من السولت ووتر اللي هو كان الفيند ده فيبانوت زرع التبيول ما تلحقش تعمل له ابزوربشن لانه كتير ولانها لسه مش كومبليت كابل مش قادر فيها بصوت فينزل معظمها صوت موتر ينزل فيحصل بوليوريا حد فاهم؟ يبقى الدايوريتك فيز بيحصل ليه؟ بسبب مين؟ قلت ان العيان ده كان عنده صوت موتر ريتنشن دي اهم حاجه فنزل مراحل صح ولا لا؟ وكمان الوريه والصوت والحاجات دي كلها بتزود الاصوات الدايوريتك. طب بعد كده فبيحصل في الدايوريتك فيز سيفير بوليوريا ممكن يخش فيها ريتنشن.
هنا كان عنده ربويه وهايبر فيما مجموعه كبير فلوت او بيت فوني مو. هنا عنده بايوسيس او بوريوسيس وبالتالي يورين كتير فلازم الكبير فلوت معموله من بره. بعد كده الاجابه ايه عموما؟ البصور اللي مش مطلوب منك تقطع كده وتقطع الصح. طب وايه تنتج بيكتشر؟ مع نفس الثلاث حاجات. مش احنا قلنا رقم واحد بوريوسيس فيس بايوتيك فيس ريكفري. الاوليجوي فيز اللي اسمها يعني حصل فيها اوليجوي، وبالتالي الناحيه الثانيه حصل ايه؟ اكيوميشن هايبر بوليميا هايبر كاليميا هايدروجين عالي اسيدوز يعني ويوريا. يبقى رقم واحد اوليجوي. يعني ايه اوليجوي؟ يعني لون بولي ما قل من 40 مللي في الدي او كومبليت انوريا ابسوليت انوريا يعني مفيش شغل. لو كان مشكله بوست هنا الاسكون بره الاسكون قافله تحت مفيش شغل خالص. طب رقم اتنين الناحيه الثانيه هايبر بوليميا عشان عيان معاك ميه ما بيتحركش تعمل هايبر بوليميا تعمل هايبر تنشن اكيد بوليو عادي وتعمل ايه كمان كونجيشن يحصل فين كونجيشن بالمونيا تحصل فين دي بالمونيا طب بعد كده هايبر بوليميا وهايبر كاليميا ليه هايبر كاليميا الكيدني وايز ما بيتحركش الناس اللي عيانه بتاكل الارض بتتابع في الكتاب دي بقى حاجه ثالثه خالص هايبر كاليميا ايه يعني الكيدني مش قادر اكسكيت بوتاسيوم تعرف الدم وكمان بيحصل له اكسيتشنج بيطلع من الخلايا بوتاسيوم ويخش مكانه اسيد عشان هو عنده هايدروجين عالي اسيد كتير. بعد كده هايدروجين اي عالي اسمها اسيدوزيس ليه؟ فيلير اوف رينال اكسكيوشن ما بيتحركش اي حاجه لا يورين ولا كورت يعني ما فيش هنا ربويا وهنا ما يحصل هايدروجين وهايبروجين يوريمك سندروم يحصل مع اليورين حاجات اهم حاجه استريكسس بسبب اريديشن على البرين توكسين عن كره التوكسين فيما بعد او يحصل حاجات تحافظ فيه زي كورايتس بسبب اليورين اريديشن او بريك تيجنسي نوريا تعمل انهبيشن في ناس بتصور الكتاب دلوقتي بحرق في الاسم بليدنج تندنسي بسبب انهبيشن او يحصل مين كمان بيروز وبيلتر خلصنا منها دخلنا على الدايوز قلنا بيحصل فيها سيفير دايوز اللون بول بيوصل من 5 ل 10 لتر لما يوصل من 5 ل 10 يحصل هايبر ولا هايبوتنشن بقى هايبوتنشن ديهايدريشن الكواتوس ممكن يموت في المرحله الاولى بالهايبر بوليميا والمرحله الثانيه بالديهايدريشن اللي كان بيصير فيها جنبنا صعب الكلام ده؟ صعب انفستيجيشن بلاد انفستيجيشن دي مش فيها حاجه انيميا وشويه بوتاسيوم واسيد عالي وصوديوم بايكارب قليل وصعبه ليه؟ دي من اللي احنا قلناه عنده انيميا ما عندوش طب والكترولايت مين اللي عالي البوتاسيوم عالي ولا قليل؟ والهيدروجين طب البايكارب مش ده الكلام؟ طب البي اتش طب ماشي بعدها قلنا هنا مش احنا ثلاث محطات بلاد هنا هنا الفانكشن تيست هنا الايمجي هنا الريس صح وبعد كده يوم انا صح هنا الفانكشن تيست عامله ازاي هنا هنا بيوكس بعملها انت الاول بعمل بس لو ما خدتش ريزيستنت اكتر من 2 ويكس او مش تعمله حصل ليه ار اكس اللي عمال يعرف ما بيخفش خالص طب هي الايمجي يبقى صور برضه صم سي تي السي تبين الكبني اكتر ولا تبين الحاجات زي الستون وكده تبان البوستيرال فوز زي ستون او ستريتش طب هنا الفانكشن ديس انفيرج يعني هاي ويا هاي ناقص الكرياتين كليرنس يعني ايه كرياتين كليرنس؟ يعني اماونت اوف كرياتين كلير بيكون بلاد كمية الكتل بنشيلها من الدم هل هي ادت فرق كريتين؟ لا فالكرياتين كليرنس قليلة بزود حاجة في هنا الفانكشن ديس حاجة اسمها فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم دي مهمة جدا الفراكشن اكسكريشن اوف صوديوم ده المفروض ان انا بعمل مقابله كومباريزن ما بين كميه الصوديوم اللي بتتكلم تنزل في اليورين والكميه اللي بترجع للدم. هي نورمال الكميه اللي بتتطرد بالنسبه اللي بترجع 1% ان النسبه ما بين اللي بيخرج طبيعي كده كل اللي بيخرج النسبه اللي بيرجع 1% يعني لو عندي 100 جزيء صوديوم هم في الدم لو خرج واحد ويرجع 99 اللي بيخرج بالنسبه اللي يرجع 1% اللي يخرج بس الواحد مليار صعبه دي؟ ده الطبيعي اهو 1% يبقى الفراكشن اكسكيوشن الطبيعي يساوي 1 ليه؟ اللي بيخرج 1 بالنسبه اللي يرجع للقرار بالنسبه اللي يرجع لو العيان ده عنده رينال فيلير والمشكله في الكلمة المشكله رينال يعني التوبيول بايظه ساعتها هل التوبيول قادر تليك ابزورب الصوديوم؟ لا لو التوبيول بايظ انجر مش قادر تليك ابزورب الصوديوم ينزل اكتر ولا اقل؟ ينزل اكتر يعني مثلا ال 100 ينزل لهم 90 ينزل لهم 10 ويرجع كام؟ يعني النسبة زادت ولا لا؟ زادت واحد بقت أكتر من 1% ده لو أنت لو المشكلة هنا أكيوت تيبرانيك كورس يبقى ده يبقى أكتر من 1% لو المشكلة جوه يعني أكيوت تيبرانيك كورس صح؟ طب لو المشكلة مش في الكيمياء المشكلة قبلها بريرينا
والكيدني لسه ما بطلش. ساعتها هتعمل ايه؟ لسه بتابزورب حلو صح؟ بتابزورب كويس. بس المشكله قبلها يعني الدم اللي رايح قليل ولا كتير؟ فتابزورب بزياده ولا لا؟ والشيء لو احنا قليل بتفلتر بتحوش فلو مشكله بينال عنده مثلا ماكس بلود فوليوم او بلود فلو اللي هو رايح قليل بس الكيدني لسه حلوه تعمل ايه؟ ابزوربشن كويس قوي. فاللي ينزل بالنسبه اللي يرجع يبقى اكتر من واحد ولا يعني يرجع نقطه نص وجزء مقابل يرجع 99.5 حد فاهم حاجه؟ يبقى الرقم ده يبقى اقل من واحد. حد فاهمها؟ يبقى الريفراكشن اكسكريشن انت يبقى اكتر وانت يبقى اقل من واحد. اكتر انت اكتر بالدي اكيوتي بيراميد كوست بالدي اكتر عشان ننجزها بقى بتاعت الاسئله دلوقتي اكتر تيوب بيراميد كوست اقل بالهم اقل لو مشكله قبل الكيك اقل قبل الكيك تري طب صعبه ليه؟ ده ميزته في التست ده؟ ميزته ان انت لو عملته بدري تقدر تعرف العام بتاعك مشكلته هنا ولا فيري هنا بحيث لو كان اقل يبقى فيري هنا تديله فلور ما يخشش فينا الفيري صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولا حد معاك يبقى لا لو اكتر من واحد يبقى اكتر بكتير يبقى مين؟ اكيد زوجه لان يكون لو اقل يبقى مشكله فيري صعب الكلام ده؟ طب ايه التريتمنت عليك العام بتاعي ازاي؟ العلاج بيعتمد على مين؟ على الكلينيكال بيكتشر برضه زي ما خدنا في النيكروتيك كده هنعالج الكلينيكال بيكتشر سيمتوماتيك معظمه لحد ما يعالج كل واحد. تعالى نشوف يعني ازاي التريتمنت بتاعنا. رقم واحد احنا بنعمل ايه؟ مش ممكن يكون العيان ده ما عندوش هنا الفيلير وعنده لوجوريا مثلا عشان البلادر فيها مشكله مثلا في هنا حاجه قافله في اليوريسا ولا حاجه ممكن لسه ما دخلش فينا الفيلير عنده ريتنشن فجاي لك بلوجوريا هل اي حل لوجوريا بهنا الفيلير؟ لا ممكن يتنشن. رقم واحد عاوز استبعد اللي فيه تنشن بعمل يوريجن كاستريزيشن. طب رقم اثنين الحاجه الاسرع او الحاجه الاسهل اللي عملتها يخف استبعد البوست الى البوز استبعد الستون والحاجات دي بالالترا ساوند او اكس راي والحاجات السهله استبعدها الاول. اول حاجه اخد الاسطر ما جابتش يوم ابص فوق شويه بالاكس راي مثلا الترا ساوند او اكس ستون اشيلها برضه بالمنظار ما لقيتش ده ولا ده يبقى خلاص بقى عالج عليه من هنا الفيلير. يبقى رقم واحد بعمل اكسكلوجن لمين؟ لحد فين؟ اكسكلوجن لليورين ريتنشن واكسكلوجن للبوست فينال كوزز. يورين ريتنشن بستبعده ازاي؟ بحط كاستر لو جابت يورين يبقى فيها ريتنشن ريتنشن صح؟ صح ولا لا؟ يبقى يورين ريتنشن باي يورين كاسترايزيشن. طب استبعد ازاي البوست فينال اوبستراكشن؟ بصور الكلمة بسهوله جدا التر ساوند سي تي اكس راي اي حاجه صعبه ليه؟ طيب يبقى رقم واحد اعمل هتقول يا دكتور مش هو لو يورين ريتنشن هو انا لازم احط استرا ما هو لو يورين هيبقى عنده بقى سنس حاول في ديزاين للفيديوريشن وعنده فين بقى في البلادر صح؟ مش شرط ممكن انا عنده يورين بلادر ولا حاسس بحاجه صح ولا لا؟ يبقى رقم واحد اكسكلوجن للريتنشن والبوست هنا ريتنشن باليورين كاستر وال 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 البوست هنا كمان انتر سان سي تي او منظار اسمه سيستوسكوب اسمه ايه؟ سيستوسكوب منظار الحالي. عملنا اكسكلوجن الحاجات دي رقم اثنين اقول لك رقم اثنين نعالج الكوز. فرضا واحد عنده هيموج دلوقتي وداخل في بريني رينال فيلير مش انا لو اديته بلاد هيخف على طول؟ يبقى المهم ان انا عنده ولا عنده دي هيديشن مش لو اديته فلود هيخف على طول صح ولا لا؟ يعني الحاجات اللي بريني دي سهله تعالج. يبقى اول حاجه بصيت على الحاجات اللي بعد الكيك ده ما هو عاده الحاجات اللي قبلها هتعمل رينال فيلير اللي بعدها هتعمل واللي قبلها هتعمل لسه فانا بستبعد دي واللي لسه هتعمل عشان لو كده عليها قبل ما تعمل فيلير وبستبعد دي اللي قبلها عشان لو موجوده اعالجها قبل ما تعمل، لكن لو مشكله هنا خلاص يبقى خلاص هنا الفيلير عالجوا على انه ممكن لحد فاهم؟ استبعدت البوست هنا كريتنشن وكبوست هنا كونستراكشن بالانفستيجيشن. استبعد اعالج بقى البري هنا الكوز ازاي؟ العيان ده اعالج الكوز ازاي؟ لو مشكله بري هنا يعني لو عنده مثلا هيموز اديله مين؟ بلاد ترانسفير. لو حصل له هايبوفوليميا او ديهايدريشن اديه اي بي فلو لدرجه ان مثلا عيان جاي في حادثه وكذا خلاص هو كان عنده 5 لتر او 3 لتر فلا اقدر اديله بلاد ده باين عليه هيموش. طب عيان عنده هايبوبوليميا او ديهايدريشن مش باين عليه ساعات ندي فلويد نجرب بس ما نديش كتير انت هو خلاص هنا الفيلير والجوك وهايبر فوليم حد فاهم لو انت في مكان ما فيهوش انفستيجيشن يقول لك اعمل حاجه اسمها فلويد تشالنج تيست. ايه الفلويد تشالنج تيست؟ يقول لك ضرب وفيه شويه فلويد مثلا هتجيب علبه صغيره إذا بدأ يجيب يورين يبقى ده كان فيها البوليمة وخفت وخلاص ما جابش يبقى ده غالبا خلاص بقى لينا حد فاهم حاجة. يبقى عملت اكسجين البوست والبيل البوست هنا رقم اثنين ريتنشن والبوست هنا رقم اثنين عرفت الكوز زي الهيمو في الراجل ده عرفت ده عليك سنتيمتر هو العيال عنده ايه في الروجويد في عليك فيس فيس الروجويد كان عنده ايه؟ مش سامع
اوروغوية هايبر بوليميا هايبر كاليميا اسيدوزس يوريك صندوق. اكيد اليوريك صندوق يوري على هشيلها ازاي دي؟ اكيد محتاج ايه؟ ايه اللي بيشيل اليوريا؟ دايز صح؟ طب الهيدروجين ايون واحد عنده اسيدوز اكيد الوزن صوديوم امبولات في المستشفى اسمها صوديوم بايكارب. طب عنده هايبر كاليميا البوتاسيوم كتير في الدم عاوز ادخله الخلايا حد مين؟ مين اللي مدخل البوتاسيوم جوه الخلايا؟ الانسولين صح؟ هيدخل بوتاسيوم جوه الخلايا بس لو اديت انسولين بس ما هو الانسولين هيدخل بوتاسيوم ومعاه جلوكوز فهيخش في هايبر جلايسيميا هيبقى ميت منها قبل ما يروح بين الخلايا. فلو انا عاوز اعالج هايبر كاليميا هدي انسولين يدخل بوتاسيوم ومعاه جلوكوز عشان الانسولين يدخل بوتاسيوم وجلوكوز فما يخشش في هايبر جلايسيميا. حد فهمني؟ يبقى هايبر كاليميا هدي انسولين جلوكوز صعبه؟ واقول اقلل البوتاسيوم انتيك برضه. طب عالج الهايبر بوليميا والجلوكوليا علاجهم مختلف ولا واحد؟ عنده جلوكوليا عنده هايبر بوليميا. ما الهايبر بوليميا علاجها ضروري الجلوكوليا علاجها طيب حد فاهم؟ يبقى هعمل حاجه اسمها اندكشن اوف دايوريتكس. اندكشن اوف دايوريتكس ازاي بعملها دي؟ بدي ادويه زي الدايوريتكس بوتاسيوم اسبيرين ولا بوتاسيوم اسبيرين الافضل؟ عنده هايبر بوليميا خلينا نقول بوتاسيوم اسبيرين صح ولا لا؟ يبقى رقم واحد دايركت زي مثلا مين؟ زي الفوزامايد او السازار. رقم اثنين بدي دوبامين. الدوبامين منه في ثلاثة دوز، في دوز بنسميها رينال دوز بتعمل فازو دايركشن جوه الكدني. فلما تعمل الدوبامين دوز اللي هو رينال دوز لما يعمل انت رينال فازو كونستريكشن الدم يخشها اكتر فتفلتر فيفك الالوجيا ويفك الهايبرفوليميا صح ولا لا؟ يبقى دايركت دوبامين. ودي هيدريتن ديميجر دي الثالثة زي المانيتول. تاني دايوريتك هيفرق شويه والدوبامين هيفرق. طب المانيتول ده بيفرق بطريقه ثانيه بيزود الاوزمولاريتي صح فيشد الصوت العام فيطلعه معايا. اصل الدايوريتك بيعتمد على ايه؟ على الصوديوم. الدايوريتك بيعمل ناتريوز بيخرج صوديوم ويشد وراه ميه صح ولا لا؟ ممكن قعدت تدي دايوريتك لحد لما الصوديوم خلص في الاكل العيان ده فدايوريتك ما هيشتغلش صح؟ طبيعه الدايوريتك بينزل صوديوم فيشد معاه ميه. انت اديت دايوريتك كتير ما عادش عنده صوديوم كافي فدايوريتك ما يشتغلش. ساعتها مين اللي يشتغل؟ المانيتول اللي مش بيعتمد على الصوديوم. حد فاهم حاجه؟ يزود اسمودك بيشد الميه على طول الاسمولاريتي. صعب الكلام ده؟ قلت عليك ازاي لحد دلوقتي في الاوروجواي فيز؟ قلت بعمل حاجتين منهم قبل ما ابدا قبل ما اعالج بعمل ايه؟ السيكلوجن الريتنشن والسيكلوجن البوستينال. السيكلوجن الريتنشن قلنا يبقى هنا يكسر بوستينال انفستيشن سهل. وبعدين عالج الحاجات السهله اللي بينا بقى كده بستخدم بوستينال وبحاول اعالج البينا زي مين؟ اي مفروض لو فيها مش اي في بلد او بلد ترانسفيجن اي في بلد ترانسفيجن لو فيها مش واي مفروض لو فيها ريشن او هاتش كوري. وبعد كده عالج الاوروجواي فيز ازاي؟ قلنا الاوروجواي وهاي الاوروجواي علاجها دايركت دي تانية. يبقى مين اللي كان فيه برضه دايركت؟ وبعدين طيب دي هيدريت الجيميشا زي ما بعدها هايبر كاليميا انسولين جلوكوز هيدخل بوتاسيوم وجلوكوز جوه الخلايا فيصلح الهايبر كاليميا وقال البوتاسيوم انت. طب اسيدوز هدي صوديوم بايكارب. طب يوريك صندوق هدي مين؟ هعمل دايركت. عادة احنا ما بنحاولش نقلب بقى غير القصه دي كلها. اصلا بص الحوار قد ايه؟ بايكارب والبايكارب بس مش مشروب جوه عصب تقعد تدي كده لحد ما بيتش تزود حمولين ثلاثه واحد في خمسه. مثلا تيجي تصلح البوتاسيوم ده كان هايبر كاليميا وقال ان هايبر كاليميا والاثنين خطيرين جدا، البوتاسيوم يعلى في ثانيه ويقل في ثانيه. فعشان ما نجيبش دماغنا احنا بندور دماغنا بنروح عاملين ايه؟ دايلس وخلاص عليه. يعني مثلا دايلس ثلاث اربع خمس مرات لحد ما يخف خالص. احنا بنقوم بدور الكدني لحد ما الكدني ترجع تنضف بس. ونريح دماغنا من كل اللي دي كلها. لكن في ناس بتعمل كده، في ناس ماشيه كده وناس حسب الامكانيات بتاعتك الموجوده في المستشفى. خلصنا بالريبوينت فيس. طب بعدها نعالج الدايوريتك فيز ازاي؟ دايوريتك فيز مشكلتها انه عنده فلور كتير ولا بيفقد زياده قوي وبالتالي عنده هايبوفوليميا ودي هيدريشن والالكترولايت بسيط. المفروض اعمله ايه؟ اديله اي في فلو ليه؟ عشان اصلح الهايبوفوليميا ودي هيدريشن والهايبوتنشن واديله الالكترولايت اللي هيفقدها بقى عشان اعمل الكاسوس. فكر بوتاسيوم هاد بوتاسيوم على حسب الانفستيجيشن ايه الصوديوم ورايا هاد بوتاسيوم ايه بوتاسيوم هاد بوتاسيوم وهكذا. بعد كده الاجابه هي شيء بس عاوزين نعرف شويه حاجات سيمبتوماتيك. ايه حاجات السيمبتوماتيك؟ مش عنده مثلا انيميا صح؟ ادي مثلا افضل ترانسفيجن او ادي مثلا باكل ارتيزيز او ادي ريسو بايتين صح؟ طب ايه كمان؟ هناخد حاجات سيب دلوقتي دي امثله انا عارف ايه كمان في الكيميكال ويتشر الحاجات اللي حصلت في الهارت بقى
ماشي لو حصل مثلا بريكوريس بيروس حل البريكوريس فايروس واحد بس اهم حاجه لو طاب الكلام ده اخر حاجه عارف البوز لو في سبب واضح عارف تعيد تاني اعزائي انا جاي لك في الجامعه اسمعوا الخبر بس مش بس 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 ماشي كل كده فيني بسرعه هاخد من 10 دقايق ليه 10 دقايق ليه مش مهم اصلا ما بيعرف يوم كل ما حدش يسالك فيه لان ليه مش حدش يسالك فيه بقى ليه 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 تكون ما حدش يسالك فيه ليه لانه كون يعني مش هيخف يعني اللي عارفه زي مش عارفه ما موجود مش بيخف عرفته وما عرفته شايفه في حاجة؟ فعشان كده لا هنزلكم بس احنا هنجيبه بسرعة فعشان كده المهم الأكيوت عشان ده بيخف فلازم يكون عارفه لأن لو الحتة اللي أنا هتعبركوني ما بيخفش فعشان كده أنت بتقول كلمتين في الحتة فاحنا هنجيبه خمس دقايق عشان ما نتقبلوش يعني الساعة الوقت دي نص إلا خمسة صح؟ نص وخمسة هنكون ماشيين ماشي يا بابا نص خمسة قلنا هنمشي يعني بين 10 دقايق يعني ايه كل الفيلم ممكن اسمع بقى على فكره سهل جدا هو نفس الاكيوت بس حاجات مختلفه في الساعه يعني ايه كل شويه في ديفريشن يعني ديفريشن ممكن اسمع التاني كان اكيد ده بيتكلم هو زي الموديل في السيبا ده التاني كان الفيرتوال بريدنج احنا الكلام ده يبقى عباره عن كونيك بروجريسيف deterioration of renal function over months or years usually every individual ومعها associated بmanifestation of end-stage renal disease يعني الكدني دي في النهاية واحد بنسميه end-stage kidney disease يعني الكدني خلاص بتبقى جهازها مش موجودة العندك بحياته بقى خلاص عايش على الدياليسيس الأول ممكن يبقى كويس بعد شوية لو بوظت خالص تبقى عايش على الدياليسيس كل أسبوع يحمل دياليسيس صح ولا لأ؟ خلاص كأني مفيش كده ايه الكلينيكال بيكتشر؟ سيب الهيتولوجي بلاد ايه الكلينيكال بيكتشر؟ تعال نشوف مش خدنا في الهيماتولوجي حاجه اسمها اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن ارتيكولار مين الاكسترا ارتيكولار ده؟ قلنا رقم واحد كارديك تشيست سينس واي وبعد كده جوي جنبها جبن وسكين تحت الغرفه خدنا حاجات ارتيكولار صح؟ نفس القصه ارتيكولار اكسترا ارتيكولار ايه الاكسترا ارتيكولار رقم واحد كارديك رقم اثنين تشيست رقم 3 سينلس صح رقم 4 رقم 1 كارديك عاوز اقول لك حصل نفس الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي كارديتايتس مايوكارديتس هارت فيلير بقى هي مايوكارديتس كارديتايتس صح اريزميا اسكيميك هارت ديزيز دي عامل ايه يحصل اسكيميك هارت الكدني بايظه مش قادره تعمل اكسكريشن للكوليسترول والتريجلسيرايد فعنده اكسيليتد اسيريسكليروز هيحصل اسكيميك هارت عنده اريزميا ليه عشان عنده مايوكارديتس العضله انفلد وبالتالي يحصل لها اريتيشن فتزيد الالكتريست بتاعتها فتعمل فوكس في الاريزميا عنده هارت فيلير ليه عشان الكرونيك رينال فيلير نوعين في نوع اسمه الصوديوم لوزنج تايب والصوديوم ريتيننج الصوديوم ريتيننج يعمل هايبر ولا هايبوفوليميا هايبر والهايبر فوليميا يزود الدود على مين على الهارت يعمل هارت فيلير ده غير ان في مايوكارديتس يعني عضله قويه ولا ضعيفه يخش في هارت فيلير عنده كمان بيريكاردايتس ليه بسبب الاريتيشن لمين بالوريه كريستال الوريه تعمل اديشن لمين للبيريكارديوم فتعمل بيريكاردايتس صعب الكلام ده حل البيريكاردايتس هنا هو ايه هو الدايز العيان بتاع اللي مات فيلير اول ما يخش بيريكاردايتس لازم اعمل له ايرجنت دايز اول ما اسمع بيريكاردايتس لازم دايز بعد ما يطلع من الدايز بيوم ورتين يخف البيريكاردايتس ويخف البيريكاردايتس يعني قلت من شويه من ضمن الكلينيكال انديكيتور الدايز هو البيريكاردايتس ولو حصل قدامك ام اس سي بيتحكم طيب ممكن يحصل بيركاريس او هيموجيك بيركاردي انفيوجن ليه هيموجيك انفيوجن عشان هو عنده بيركاريس انفلاميشن في البيركاردي وفي نفس الوقت عنده بليدنج ديتندنسي سهل يحصل هيموجيك ولا لا سهل يحصل هيموجيك انفيوجن ليه عنده بليدنج ديتندنسي توكسين للسائل عامل انهبيشن للبليد وعامل انهبيشن للكلوتنج فاكتور صح طيب.
حالتين الريشه ده وده في العيان عنده بليف. مش بس كده، عشان عندي عايش على دايليز، وجهاز الدايليز اصلا ممكن الدم وهو بيعدي الجهاز الدايليز ده يلزق في التيوبز بتاعته والخواتيم بتاعته، فاحنا بنحط فيه هيبرين عشان الدم ما يلزقش. يعني كل ما يغسل بياخد مين؟ هيبرين. فيزيد عنده البليف. حد فاهم حاجه؟ طيب رقم اتنين شيست، كارديك شيست. حصل ايه في الشيست؟ حصل كلمة بيور، كلمة ايه؟ بيور. البيلي ايه مين؟ هيكون مين يعني؟ بيلوسي صح؟ او بالمونري دي، يبقى حاجتين بيلوسي و ليه عنده بيلوسي؟ قلت حصل ريديكشن بالوريك تويست. طب ليه عنده بالمونري دي؟ ما عشان في الصوديوم ريتينينج تايب حصل هايبر فوليميا، زود الفوليوم وفوليوم الانهار، غير ان عنده مايوكارديتس مش هيقدر يضخ الدم، فوليوم والعضله ضعيفه، فهيعمل بالمونري صعبه. رقم ثلاثه يبقى 2 بي بيور بي بيروسي بالمونري. واليو يحصل حاجتين، حاجه اسمها يورينيك ألسر وحاجه اسمها يورينيك ازمه. يحصل مين باليو؟ يورينيك ألسر يورينيك ازمه. يورينيك ازمه ليه؟ اصل اليو العاليه دي من الحاجات اللي بتعمل اندكشن او بتندوس البرونكوس بس. الكريستال دي بتدرس في الريسبيرتوري تراك في البرونكاي كده، فتزود فرصه البرونكوس بس، فيحصل له يورينيك ازمه. اسمها يورينيك ازمه. او يوريك ألسرز. ليه يحصل يوريك ألسرز؟ يعني ايه يوريك ألسرز؟ يعني برضه اليوريا لما تعلى جدا مش عارفه تروح فين، تبدا اليوريا كريستال تتدسل في الميكوزا اللي بتبطن الريسبيرتوري تراكت، ولما الميكوزا ده تنفعل فيها تتدسل في الكبيره اللي موجوده فيها، فتعمل دامج للكبيره دي فتبشر فيحصل هيمون. طب ماشي هيمون شويه وخف؟ لا مش هيخف، اصل انا عنده بليدنج وكوماتوز. ليه؟ عنده يوريك بس هنا فبتعمل دامج للفيس فبينزل. ليه بيطول الهيمون فريس زياده عنده؟ ليه ملحوظ عنده؟ عشان كمان غير الهيمون ده ان في بليدنج كده اسمها هيمون كتير، فيقعد يضح دم يحصل له حاجه اسمها هيمون صح؟ يبقى اثنين يوريك، يوريك ازمه ويوريك ألسر دلوقتي هنا هيمون. طب ايه كمان؟ الار اللي هي حاجتين بحرف الواجبين هما الكارنت شيست انفكشن ورابد ديب بريسنج. ليه عنده رابد ديب بريسنج؟ ليه بتنفس بسرعه؟ حاجه اسمها كوزمول بريسنج. مش معنى عشان الناس اللي عندها اسيد مش هقول العيان ده الكدني ده تخرج الهيدروجين، لا زي ما كنت بخرج اسيد. لما يكون الاسيد كتير الهيدروجين كتير احنا بنصلح ازاي؟ بنصلح عن طريق الكدني او اللنج. لو انت عنده اسيدوس ممكن الكدني تصلح الاسيدوس او تعمل ايه؟ ابزوربشن للبيكار. الكدني دي تقدر تعمل كده؟ تقدر. ما عنده هنا فيلم ما تقدرش، يبقى صلح ازاي الاسوس باللنج؟ ازاي؟ احنا عندنا سي او 2 في اللنج، لو مسك في الميه في الوتر كده يعمل لنا يكون لنا حاجه اسمها اتش 2 سي او 3، ده اسمه ايه؟ كربونيك اسيد. ان سي او 2 لو انا كتمت بق واحد نفسه السي او 2 هيحصل له ريتنشن صح؟ هيمسك في اتش 2 وهيكون اتش 2 سي او 3 كربونيك اسيد. هيزود الاسوس ولا لا؟ هيزود. انا عاوز اصلح الاسوس. يبقى العيان يتنفس بسرعه عارف ليه؟ يعني عشان يوصل للسي او 2 فما يمسكش في الميه فما يكونش كربونيك اسيد. ده كومبنساتوري ميكانيزم عشان يمنع زياده مين؟ جماعه في بصيت اللي هو والله بجد ده حصل لي بيقول له بيجي لما تركزوا معايا شويه الدنيا سهله. بقول هنصلح الاسوس ازاي؟ الكدني مش قادر تبقى بزور الكون. ده انا والله اصلا عمال ابسط فيه، يعني انا بقول على كل حاجه كلمه مش بقول ميكانيزم. انا لو فتحت فيه شرط مش هنخلص. بقول بنصلح الاسدود ازاي؟ حضرت سياده اللنج بتعمل وش للسي او 2 عشان ما يمسكش في الميه، عشان ما يكونش كربونيك اسيد، عشان ما يجيش الاسيد لوز. دي صعبه؟ لا لا علينا ما احنا عارفين نقول ده نقطه بالظبط. طب بعد كده يبقى في الشيست. طب والله لا اسال دلوقتي في الحاجات اللي احنا بنقولها يعني ايه كوريجن الفيلم؟ هو كل حاجه زي كده بعدها ايه بقى؟ نسمع بقى هيبي جوزونيا؟ هيبي جوزونيا كفايه ايه كمان؟ الفراكشن اكسكيشن اوف صوديوم بيفرق ايه عن ايه؟ الجريدين الغدريين عارفين
ماشي نسيب الموبايل. قلنا البريك اندكشن بتاع كده حاجات الهيماتولوجي بس لخبطناها. قلنا بيكاردايتس مايكاردايتس هارت فيلير ارايز ولا حاجه. طب الشيست حصل ايه؟ حصل ايه؟ ايه البيو اللي هي؟ بيقولوا طب اللي كان جست انفكشن ليه عنده كان جست انفكشن مش عنده توكسين كتير عامل انهبيشن للليمفوسايت والفاجوسايت صح؟ عنده ليمفوسيتك ان فاجوسيتك ديسفانكشن ان توكسين عامل انهبيشن للخلايا الدفاعيه للتحميه وبالتالي يحصل له كان جست انفكشن. صعبه؟ طب قلنا سيريش كارديك جست سيريس سيريس بروكوين مين؟ بالاور يحصل نفس الحاجات كونجنت تايبس عادي خالص بس مش قوي كده. العند ايه فيحصل لكم انتبات واضحه وسكلات انفلاميشن ولا صعب؟ يعني ايه فيحصل مثلا اكيوت داون انفلاميشن؟ لا عشان ليه جوع وبيقعد يعني مش قلنا عيان كونك هنا فيلم ما ينفعش صعب ان يحصل له اكيوت انفلاميشن لانه عنده توكسين كتير عامل انهبيشن للجلاندولي سيلز مش قلنا ما يحصلوش اكيوت داون بس يحصل له كونك داون. هيحصل ايه في الاي؟ تعالى نشوف هيحصل ايه في الاي. منهم بيحصل انفلاميشن يحصل حاجات ثانيه مختلفه شويه. يعني في الكونجنكتيفال بين الكونجنكتيفايتس لا يحصل له كونجنكتيفال اديم. كونجنكتيفال اديم او كونجنكتيفال كونجيشن. عيان عنده صوديوم ريتيننج ديفوس وعنده هايبر فوليميا مش جسمي ورم شويه والعند ورم شويه الكونجنكتيف عينه دايما مورمه كونجنكتيف دي لانه معبي ميه كتير كونجنكتيف الكونجيشن ده على مستوى الكونجنكتيف. على مستوى السكيلا بيحصل ايه؟ العيان ده ما بيخرجش الفوسفيت الفوسفيت اعلى صح؟ فشويه فوسفيت مع شويه كالسيوم يترسبوا كده في في السكيلا يعملوا حاجه اسمها باند كيراتوباسي. اسمها ايه؟ باند كيراتوباسي. خطوط بيضاء كده موجوده فين؟ في الكورنيا. يبقى عنده كونجنكتيفال ادينا وبند كيراتوباسي ده فوسفيت مترسبه في الكورنيا. كل الحاجات اللي بقولها هينزل لها صور على الخطوط بتاع الفيس تمام؟ وكل الحاجات اللي خدناها هينزل لها صور حلوه جدا. قبل ما تتم الاقتراح العلوم تقريبهم تقريبا كده كامل لايكس بس. كونجنكتيفال كونديشن هو بند كيراتوباسي. كمان يحصل ايه كمان؟ في الريتنا يحصل ايه؟ اللي هي تعمل انفلاميشن في الريتنا وتعمل اريتيشن في الفيسل في الريتنا فالفيسل تبوظ كده زي ما هي اريتيتد يحصل حاجه اسمها يوريميك ريتينايتس. اسمها ايه؟ يوريميك ريتينايتس. طب العيان ده لو عنده صوديوم ريتينشن وقلب هايبر تنشن مش ممكن يحصل له هايبر تنسيف ريتينوباسي؟ صعب الكلام ده. يبقى كاني حصل ايه؟ كونجنكتيفال حصل فيها كونجنكتيفال وسكيلير بند كيراتوبس ونرتنا يا هايبر تنسيف ريتينوباسي يا يوريميك ريتينايتس اليوريمي. طب بعد كده بعد اللي فكرنا فيه الاي بي جي اي تي حصل ايه في الجي اي تي؟ تعال نشوف بسرعه جدا باقي لنا ثلاث دقايق خلاص ثلاث دقايق بجد. حصل ايه في الجي اي تي؟ رقم واحد في الماوس يحصل ايه في الماوس؟ اللي عنده عارف يخرج يوريا ولا مش عارف؟ يوريا عاليه جدا في الدم بتخرج كان عنده يورين في الدم فعنده ريحه يورين طالعه من جوه. عنده حاجه اسمها امونيكا الادر. ازاي يا دكتور ده بتقول يوريا؟ ايه اللي خلاها امونيا؟ ما المفروض هي عندنا يوريا عاليه بس المفروض الماوس والصلايبه فيها بكتيريا كلورا بتعمل ايه؟ بتمسك اليوريا تكسرها لاثنين اثنين امونيا. فاليوريا لما تتكسر في الماوس اثنين امونيا يبقى عنده امونيكا الادر. يبقى طبعا على الماوس عنده ايه؟ امونيكا الادر اللي بنسميها هيتوزس رقم اثنين. على مستوى التانج في الماوس برضه يحصل ايه؟ يبقى عنده دراي كوت التانج. التانج يبقى دراي امتى؟ في الاند ستيج من الديزيز. ما احنا قلنا في نوعين صوديوم ريتين وصوديوم في صوديوم ريتين وصوديوم يوزن بيخلص. في الاند ستيج اللي عنده يحصل له سبير بوليوميا يخش في سبير هايبر بوليوميا ودي هيدريشن فيبقى عنده دراي تانج. ده في الاند ستيج. وكوت التانج ليه؟ عشان عنده توكسين كتير كده فتلاقي عنده براون ديجنيديشن على التانج كده لان في مبيرين ده بوظ على التانج بسبب التوكسين. يبقى رقم واحد الماوس عنده ثلاث حاجات امونيكا الادر ايه كمان؟ دراي كوت التانج. دخلنا على الجي اي تي على الاستومك نفسها. عامل ايه في الاستومك؟
عنده انوريكسيا ونوسيا بومتنج بيبتيك اصلا عارفين ليه صح؟ قلنا يقول لي عامل انفيشن في الجلوكوز عامل جاستايتس جاست ما هو ما عادش بيحط فعامل زود اتش سي وعامل جاستايتس سهل. طب ايه كمان؟ على مستوى الانتستين يحصل ايه؟ على مستوى الانتستين ممكن يحصل كونستريشن وممكن يحصل حاجه اسمها يورينيك ديزنتري. الكومن يحصل يورينيك ديزنتري. يعني ايه يورينيك ديزنتري؟ يعني الورين تعمل ديزنتري. يعني ايه ديزنتري؟ عارفينها من الجي اي تي اللي عنده يبقى عنده دايريه وبلاد وميوكس وتنزلس. الوري عامله ألسر في الجي اي تي يورينيك ألسر بقول لك بس الدراجون ميكوسا فالألسر بتطلع ميوكس وبلاد بلاد وميوكس. وايه كمان؟ وعشان في ألسر الألسر تعمل إيريتيشن للوول بتاع الانتستين فتشغل النيرفات هتزيد البيرستالتيك موفمنت فتعمل دايريا. انفلاماتوري دايريا تاني مش فيها ألسر وفيها انفلاميشن في إيريتيت النيرف فايبر فيزيد الايه؟ البيرستالتيك. كأن في أكل عامل ديستنشن للاستومك. لا هنا بقى في ألسر هي عاملة إيريتيشن للوول فمشغلة النيرفات مزودة البيرستالتيك فيحصل له دايريا عشان البيرستالتيك عالية وبلاد وميوكس جاية من الألسر. وتنزمس يعني دايما عاوز يخش الحمام دايما عامل ازاي يخش الحمام ليه؟ عشان الالسر عملنا تعمل اديشن فمزوده المنتجيه دي فدايما رايح جاي اسمها البيرميك ديزنتري. يبقى حصل في الجي اي تي الماوس عنده امونيك الادر والدراي كوت الترانزيت الاستومك انوريكس انيس بومبينج جاستاتيك الالسر الانتستين عنده بيرميك ديزنتري. يعني ايه ديزنتري؟ طيب بلاد ميوكس وتنزمس. على مستوى الليفر يحصل ايه؟ مش يعني عندك كل شويه يعمل دايلسيس؟ جهاز الدايلسيس ده مش ممكن قبله كان عيان عنده اتش سي في او الهيباتايتس بي فايروس فيحصل له انفكشن ففي الليفر يحصل له عنده هاي انسيدنس اوف اتش سي في اند اتش بي في. عشان كده بنحاول نفس الاجهزه بنعمل جهاز لكل بتوع الاتش سي في وجهاز لكل بتوع مين الهيباتايتس بي وهكذا وجهاز لكل اتش اي في وهكذا. يبقى حصل حاجات في الكارديك زي الهيماتولوجي حاجات في شيست بي والبلوس بي ماي دي والدي نيو يبقى الكالسيوم اللي من اسمه والدي ار انا بدي بريزنت باي كارنت انفكشن. طب في الاي من باور جو كونجكتيفال ايديما والكونيا فيها ايه؟ بان ميكرونوكس وهو ايه تاني؟ يوريميك يوتومايتس وهاي بايتس بيجوكس. على مستوى الجي اي تي في الماوس قلنا امونيكا الاودر وعنده دراي كود الترنك في الاستومك انوريزيز ممكن تكتب كالسا جاستايتس الانتست عنده يوريميك ديزنت وعنده مين كمان؟ وعنده قلنا ايه بعد كده في الليبر هاي انسنس اوف اتش سي تو اتش بي. خلصنا؟ جنب الجي اي تي مينا تلاقي كلامينا نطلع من بره جوه سكين تحته بلاد صح؟ يحصل في السكين ويحصل في الراس. احنا نسينا نقول السي ان اس صح؟ مش هنقول ده سي؟ ما قلناش سي ان اس. يحصل في السي ان اس يحصل اي بي سي دي نفس اللي قلناه هناك. ال هو ايه؟ اباسي واستريكسس. اباسي يعني ايه اباسي؟ يعني هو ده يعني هو ده اللي احنا فيه ده يعني بور سيلبريشن يعني سلو ريسبونس تو كويستشن يعني مسافر مش معانا. العيال ده وصل نساله اسمك ايه؟ اسمه ايه؟ رقم واحد ابسي بول سيرفيشن بسبب التوكسين عامله انهبيشن على كل السنتر وعلى التيكر والفيشن مركز الوايت فيز. رقم اثنين استريكسز يعني عنده فلابل في التيبل بسبب اريتيشن البلازما التاك. اثنين بي يحصل ايه بالبي؟ التوكسين تعمل تعمل دامج في الميلين تشيز يحصل بريفرال نيوروباثي. والتوكسين كمان تعمل ايه في البرين؟ تعمل ديستربنس في النيورو ترانسميتر. يحصل حاجه اسمها سايكاتريك ديس اوردر يحصل له ديبريشن مثلا. تاني السي ان اس عنده ايه؟ اثنين ايه اللي هما؟ اثنين بي التوكسينز عن النيرفات والسايكاتري ديس اوردر زي ديبريشن زي سايكوز. طب والسي يحصل له ايه؟ لسه قايلينهم في الاكيوت. طب والبي يحصل له ايه؟ دياليسيس ديمنشيا او دياليسيس. ممكن يحصل له دراوزن في وبديك دايما تايه ليه؟ ممكن عنده هايبر فوليميا وبين ايديما ممكن التوكسين عامل انريشن برين فدايما دراوزن. طب ليه عنده دياليسيس ديمنشيا؟ ليه كل ما يغسل يجي له ديمنشيا؟ عشان اصل الفلود اللي احنا بنستخدمه في الدياليسيس فيه المونيوم. الفلود والالمونيوم من الحاجات اللي بتعمل ديمنشيا حد فاهم يحصل له دياليسيس ديمنشيا بعد ما يعمل دياليسيس عشان الفلود فيه عشان الفلود نفسه فيه المونيوم. وعشان عندنا حد فوسفيت عالي فاحنا بنديله ادويه اسمها فوسفيت بايندرز. ادويه خارج الفوسفيت، الفوسفيت بايندر فيها المونيوم يزود الديمنشن. وعشان العيان ده عنده جاستاس كوتي كالسر صح؟ صح؟ اتخضوا بس، ما اتخضوا بس، بس ما يعرفوش انك بتقول ايه برضه، هي خضت بس. مش عنده السر كوتي كالسر؟ عنده كوتي كالسر. هطول جدا، المفروض يكون اقعد اعيده، ما عنديش مشكله. هتفوق معاه هنخلص نمشي. عنده بيبتيك ألسر فهنديله أدوية اسمها أنتاسيد. اسمها إيه الأنتاسيد؟ زي مين يعني؟
بكره زول ايه مش هندسه خالص سلكات مين؟ سائل الامونيوم هيدروكسيد صح؟ وعشان عنده جاستاسيس فبياخد الانتاسيد فيها الامونيوم هيدروكسيد فبيزود الدياليسيس فبيزود الديمنشيا بيحصل له ديمنشيا عشان عنده الكدني مش قادر يخرج الامونيوم فالدياليسيس ديمنشيا ليه؟ عشان الجهاز الفلويد بتاع الدياليسيس فيه الامونيوم وعشان عنده كمان ايه؟ بياخد عنده جاستاسيس بياخد الانتاسيد فيها الامونيوم وعشان مين كمان؟ عنده هايبر فوسفاتيميا بياخد فوسفيت بايندر فيها الامونيوم وعشان مين كمان؟ عشان انت حضرتك لو شربت ميه الحنفيه فيها الامونيوم عارفين الشابه اللي بتحط على الميه دي فيها الامونيوم دي انت عادي بتفرش مع الكافيين هو ولا بتشرب فيها ميه معدنيه بس عشان الميه دي كلها ايه؟ الامونيوم صح؟ ميه معدنيه مضمونه يعني نسله او الحاجات دي ما يشربش بقى صافي مش عارف او اكوا فينا او الكلام او ايه كمان؟ او يحصل له كمان الامونيوم انتوكسيكيشن ليه؟ لو كان زيك في اي حاجه معدنيه او اي حاجه الامونيوم يحصل له الامونيوم انتوكسيكيشن. اجيب واحده اللي حاسس كده ليه الغاليه الحلوه؟ كان اسمه من الكلام ده شوف بقى ساعه بقول ان وجهه اوبس ده ما حد كان قلت ايه ان وجهه مانيفيستاشن طب بعد كده احنا قلنا بعد كده احنا قلنا بعد كده تشيس ميس اي جي تي السكين تحت البلد السكين يحصل ايه لو هي تعمل ريتيشن في السكين بتعمل ايه عنده ايه ولا ما عندوش عنده بلو صح وايه كمان بلو بيجمنتيشن كويس لو هي تعمل حاجات في السكين بلو عشان ايه بيجمنتيشن بيوريم وغايه سيوش بسبب الويه يعني انت لما الويه تخرج في السكن فيها بقى عشان كده بايظ فمعظمها خارج على الجلد ان هو بيطير على الجلد ده كله بيبقى تعمل اريتيشن ويحصل له حاجه اسمها يوريميك فورس يوريميك فورس حته في الجلد كده يحصل فيها اريتيشن بسبب الويه لا فورس عضه اليوريا طب بعد السكن مين بقى اخر حاجه بلاد يحصل ايه في البلاد يحصل ايه في البلاد انيميا وبيرينج ليه عنده بيرينج ده عنده بيرينج توكسين انيشن وتوكسين انيشن البروتين فاكتور صح والهبه المستخدم في البتاع طب ليه عنده انيميا نقص الاكس وايتين صح جاستايز ما فيش انويت سيزي كودي ما بياكلش اي مربيت بي 12 فاكتور اسيد التوكسين عامل انيشن البون مارك التوكسين بتعمل هيمولايزيس تقلص تاثر اللايف سبان بتاع ار بي سي جهاز الدايز نفسه ساعات يسرب بلاد والمهم ده ما تاخدش بالها فيفقد دم حد فاهم حاجه؟ عنده هيماتيكس وعنده جي اي تي بي كل ده يزود مين؟ والسر الانيميا وعنده هاي سستابيليتي تو انفكشن ليه بيحصل له انفكشن؟ عشان الانفكشن الليمفوسايت والباكوسايت صعب الكلام ده؟ باقي حاجه اسمها رينال انفكشن تاني انا قلت رينال انفكشن خلاص احنا خلصنا والله طب والله العظيم يعتبر باقي دقيقتين فعلا بجد اه ده شرط باقي دقيقتين لا بجد والله بتكلم بجد انا حلفت خلاص بقى طالما حلفت يبقى انا هسيبها يحصل ايه هنا يحصل ايه هنا نركز هنا هنا بيحصل ايه بصوا انا بتكلم في الجبن على ايه على الالكترولايت على الفلور نفسه وعلى الصوديوم وعلى البوتاسيوم وعلى الهيدروجين وعلى الفوسفور الهيدروجين عنده ازازه ولا ما عندوش في الاول؟ البوتاسيوم هيدروجين يعني زي ما والفوسفيت عنده هايبر فوسفيت مش قادر يطلعها لما يزيد الفوسفيت مين اللي يقل؟ الكالسيوم صح؟ واحنا عندنا كالسيوم في الفوسفور بيزود كونستانت لما يزيد الفوسفور يقل مين؟ الكالسيوم ولما يقل الكالسيوم تشتغل باور سبلاي فيتكسر في البول لما تكسر البول تعمل حاجه اسمها رينال اوستيوليسيتوس دي اللي كنت بقولها وبتكبر بتاع صغير هنا كده ده سؤال واحد انا في الامتحان يعني ايه رينال اوستيوليسيتوس؟ العيان عنده هايبر فوسفاتيميا فيقل الكالسيوم فيحصل سكن هيبارا هايبر بارا سايوريز تبدا تكسر في البون فيحصل بون بين فاستروجيكال فراكشر ولما العظم يتكسر خالص بالبارا سايوريز هرمون تبدا يبقى في حتت فاضيه في العظم حتت سابها الكالسيوم وصوديوم يتكسر فيها فايبر سيشن فنسميها اوستايتس فايبروزا سيست اسمها ايه؟ اوستايتس فايبروزا سيست تاني يحصل لينا الاوستيوبلاستو جليد عشان ما عنده نقص الكالسيوم ليه الكالسيوم قليل اصل الفوسفورس عالي وليه كمان اصل الكيدني بايظه ما بتعملش اكتيفيشن لمين فيتامين دي نقص الكالسيوم يعمل ساكن للهايبر باراسايتس يحصل اوستيوبوز صح بون بين باثولوجيك ريفرش وبعدين لما يزيد الباراسايت يكسر في البون حته تفضل من البون يدرس فيها فايبر سيشو يحصل حاجه اسمها اوستايتس فايبوزا سيستيكا صعب الكلام ده على مستوى هنا قلت الصوديوم بوتاسيوم كل الحاجه زي ما احنا عارفين طب يحصل في الصوديوم والووتر الفلويد يعني اليورين
العيان ده في الاول ممكن يحصل له بوليوريا في الاخر اوليجوريا عكس مين؟ الاوليجوريا ده الاول بوليوريا. احنا قلنا هناك بوليوريا يعني الكلمه بدات تشتغل صح؟ ده في الاول كانت دي لسه فيها امل بوليوريا، في الاخر ده بينتهي اند ستيج كده ليه الاوليجوريا؟ والبوليوريا في الاول ليه؟ احنا عندنا مليون نفرون في كل كلمه صح؟ صح؟ معلومه احياء سنه ثالثه ثانوي. الكلمه لما تبوظ يحصل لها دامج نص النفرون باظ مثلا، اصبح عندي بدل مليون بقى عندي مثلا 50,000 نفرون. ده الاول السوليوت والووتر لازقين ل 100 نفرون صح؟ فال 100 نفرون كان بيعملوا لي ابزوربشن حلو السولت والووتر صح ولا لا؟ دلوقتي نفس كميه السولت والووتر نازله على 50,000 بس. ال 50,000 يقدروا يعملوا ابزوربشن لكل ده؟ فجزء يبزورب وجزء كبير من السولت والووتر ينزل فيحصل بوليوريا. حد فاهم حاجه؟ يبقى ليه حصل بوليوريا؟ بسبب انكريز سوليوت لود بير نفرون. السوليوت كتير قوي بالنسبه للنفرون، معظم النفرون اتحرقت باظت فالسوليوت كتير عليه فما تلحقش تديها كلها فمعظم السوليوت تنزل ومعاها مين؟ معظم السوليوت ينزل معاها ميه فيحصل بوليوريا. يبقى في بوليوريا ليه؟ بسبب انكريز سوليوت لود بير نفرون. رقم اثنين عندي بوليوريا عشان الكبد لو باظت التدوير مش هيستجيب للاي دي اتش. نقص الريسبونس اوف كبني الاي دي اتش، والاي دي اتش بيعمل ايه؟ يعمل ووتر ريتنشن صح؟ لما باظت مش هستجيب ليه؟ يبقى ليه عندي بوليوريا؟ يا لهوي اسود انا هعرف اليوم ده. انا عمري ما شفت كده اقسم بالله. ليه؟ والله العظيم المواجهه حصه المواجهه دي انت بتقعد 4 ساعات ونص وخمس ساعات وكفر شكله من 6 ساعات ونص وساعات 8 ساعات، في ايه يا جدعان؟ ليه بيحصل بوليوريا؟ انت لسه عمال اختصر اقسم المعلومات انكمشت في البتاع. والله الكبد بقى شرنكي قوي. عمال اختصر عشان هيفهمني لما اختصر مفيش فايده. اعمل ايه؟ امسح نص الحاجات ولا اعمل ايه؟ يبقى ليه عنده بوليوريا؟ السوليوت كتير على عدد النفر نصها اقل. دي السوليوت دي بتقول بلود بنفر ناقص سبونس بتقول ايش؟ في الاخر ايه اللي بوليوريا اصل الكدني باظ؟ او ايه بحاجه اسمها ايزوسينويا؟ يعني ايه ايزوسينويا؟ يعني لو شربت ميه او ما شربش الكدني لا تقدر تخفف ولا تقدر تركز اليورين. الكدني باظ. عندها هنا ابيل تو كونسنتريت او تو دايليوت اليورين. لو شربت ميه كتير يحصل هايبربوليميا. ولو ما شربش يحصل له ديهايدريشن، الكبد مش شغاله، ما لو شغاله وانت ما شربتش تحوش. طب انت شربت تاني صح ولا لا؟ دلوقتي مش شغاله فلا بتحوش لا بتخفف ولا بتغير، يعني هنا بيت تكون كونسنتريت او ديليوت. شرب كتير يحصل له ايه؟ هايبربوليميا. شرب قليل يحصل له ديهايدريشن، الكبد ما بتساعدوش. ولا حد فاهم حاجه، هو مش هيرجع لها يعني هو بيبقى عندي بوليوريا بس بوليوريا وبعدها بيروجو الصوديوم يحصل ايه في الصوديوم؟ اول سؤال في امتحان بكره اول سؤال جيب اشوت كيس جيب اشوت اكونت هون هون كده الصوديوم يحصل ايه؟ عنده نوعين يا اما صوديوم لوزنج ديفايد يا اما صوديوم ريتيننج ديفايد. بصوا يا جماعه لو مشكله في الجلوميرولس هل الجلوميرولس هتعرف تعدي الصوديوم؟ لا. لو الجلوميرولس بس مش هتعدي الصوديوم. طالما مش بتعدي الصوديوم يبقى لازم صوديوم ريتينج ولا صوديوم لوزنج؟ صوديوم ريتينج. فيحصل له هايبر بليما وهايبر تنشن. يبقى صوديوم ريتينج يحصل في الجلوميرولر ديزيز. طب لو التبيول مش قادر تبي ابسورب فيبقى الصوديوم صح؟ يبقى مشكله تبيولر ديزيز يبقى صوديوم لوزنج بتاعك يحصل له هايبر بليما وهايبر تنشن. صعبه؟ ايه الانفستيجيشن ده؟ حاجه ثانيه والله. ايه الانفستيجيشن ده؟ بلاد رينال البلاد عنده ايه؟ زي مين بالظبط؟ زي الاكيوتين الفيلر. واليورين زي الاكيوتين الفيلر. مين زي الاكيوتين الفيلر؟ واليورين زي الاكيوتين الفيلر. الفرق في اليورين بس ان عنده بدل الجرانيولار كاست عنده كمان بول كاست. يعني ايه بول كاست؟ مش عارف النفرون قال مش عارف النفرون قال الكيلو نصها باظ فوسع فالكاستات تركب عليه ولا بول؟ سريع يعني نعالج ازاي يا باشا؟ ولا حاجه. انت عارف العلاج. ايه العلاج بقى؟ زي ما عالجنا كل حاجه ونزل تظبط الدايت اول حاجه. على كل حاجه الدايت دي في كل الامراض اللي فاتت صح؟ احنا بناكل كربوهيدرات يا جماعه وفات وبروتين صح؟ وبس اي مرض في الجسم عاده بنعمل ايه؟ بنقلل كل حاجه ما عدا الكربوهيدرات. بنقلل البروتين عشان ما يطلعش كويس وبنقلل الفات اصل هو مش عارف يطلع الفات. بنقلل كل حاجه ما عدا مين؟ الكربوهيدرات. نفس الشيء ده يتعمل في الاكتين الفيليا برضه. ونفس الشيء يتعمل في مين؟ في النيفوتك. بس النيفوتك بنسبح بالكربوهيدرات ومين؟ عشان عنده هايبو كاليميا صح؟ رقم اثنين عالج سيمتوماتيك مالوش علاج غير سيمتوماتيك. اعمل دايلز او عالج سيمتوماتيك. العلاج السيمتوماتيك هنا بقى مهم جدا. هات سيستم كارديو حصل ايه في الهارت يا جماعه؟
بيريكاردايتس اعالجها ازاي؟ مايوكاردايتس يعني هارت فيلر صح؟ اريثميا وهايبر تنشن صح كده؟ بيريكاردايتس علاجها؟ مش سامع دارس هارت فيلر جيتالس دايوريتكس فازو دايلت ادي مين بيجيتالس ديجوكسين ولا ديجي توكسين؟ ديجوكسين ولا ديجي توكسين؟ ديجي توكسين ليه؟ عشان الديجي توكسين بالتي بيحصل له هيباتيك ميتابوليزم. لكن لو ديجوكسين بيحصل له ايه ميتابوليزم؟ بالتي بيحصل له ميتابوليزم؟ لا تخش بديجيتالس. طب اريثميا عالجها من الكارديو. طب هايبر تنشن عالجه ازاي؟ اس انهبيتور بالاي والبي بيتا بلوكر والسي كالسيوم بلوكر وزود على معاليه كمان الفا مثال جوبر الفا مثال جوبر ايس والفا مثال جوبر بيتا بلوكر كالسيوم بلوكر وضيعوا الكعب. طب بعد كده لو كان بيتيلينج طيب الشيست حصل في الشيست بيو قلنا لو كان واحد بلوز علاجها دايس برضه صح؟ وبعدين البي الثانيه بلمونه قديمه علاجها نفس علاج الالت فيلير ده. طب ويقول متأزمه يقول متأزمه ما تهتمش بيها. طب والار انا بدي بريسنج عنده مين يعني اسيل وزاد له صوديوم طيب والكانت انفكشن نان نيفو توكسيك انتي بيوتيك عشان تقول خلاص ما كانش بوزيتيف زي الغير الاكسايد. طب جاله تي بي كان انفكشن بقى اديله مين؟ اامن واحد اللي فاهم في سن الكلى خلصنا. طب بعد كده السي ام اس عنده في سي ام اس هبس واسيل ما لهمش علاج هبسيل ما لهمش علاج. طب والبي بيرفع نيوروس ياخد فيتامين ولا عشان مين بيرفع نيوروس صح؟ سايكاتريك ديسوردر وديبريشن وديمنشن والحاجات دي كلها ياخد ايه؟ انتي ديبريسن؟ والله ما زعل والله لا ضفه مع ده مش مهم مش سهل. بعد كده الاي دكتوره ما دعاش مالناش دعوه بيه. طب بعد كده الجي اي تي ياخد مين الجي اي تي؟ مش عنده كاستريس وكلام من ده؟ ياخد اتش 2 بلوكر لو موجود بس مش موجود او ياخد بورتو بامب ينهبل صح ولا لا؟ ما ياخدش مين؟ التست عشان فيها الهرموني وهو مش عارف يخرجه ماشي وياخد دومي بريدون. دومي بريدون ده عشان الهرموني. بعد كده في مين كمان؟ سكيل ملوش حاجه. بعد كده تحته مين؟ بلاد انيميا. عالجه الانيميا ازاي؟ باكت ار ديسيز او اديله ايرون حسب هو عاوز. طب بعد كده عنده ريكورنت انفكشن قلنا خلاص انا عارف اسمع والله لو مسؤولك اقسم بالله بيقول بالغلط قسما بالله لا يقولوا من خمس مرات عارف هتقعد مش هتنفع تقفل الباب يعني يكون الحاله الكور الحاله الكور قدامين مع التون قلنا جرادوال بروجريسيف ديتيريشن هيكون مع بعض فاكرين الفانكشن يوجوال وكيروزين مانسوسيتي التكنولوجي كلامها هتسوق السبب فين كان بيشر عندي كارديك يبقى عشان لما تقولش بس السكين يبقى اسمها شيست بيو دي دي يوز يور بلوك بالمونيا دي موليو يقول لك اكثر فرق يقول لك ازمه. طب الار طب السي ان اس A B C D. I was a little bit. I'm going to go to the hospital. والصوديوم لوزنج لو تيوبر او كده مش قادر فيها الصوديوم يحصل له هايبر فيما وهايبر فيما صح؟ طب والفلو بوليوريا او الجوليه يحصل له بوليوريا السبب ايه؟
اذا انت كنت كوماتوز تسمع المحاضره دي اونلاين الحته الاخيره تسمعها اونلاين، واذا انت كنت كوماتوز اونلاين تعالى تاني حصه كده بكره الساعه 10 ونص امتحان على جميع مسائل، امتحان على هيماتولوجي سكيما وهيماتولوجي ابسايد وسيستم الجلوبس وسيستم الجلوبس صح؟